صباح الخير، يلا نبدأ. صحيت الصباح بدري لأنه الجو كان جدا جميل، وحبيت أخذكم معايا تشوفوا إيش جدولنا لليوم. أول شيء مريت ساوث ميلبورن ماركت. حاليا زي ما أنتوا شايفين أغلب المحلات مقفلة بسبب الحظر، بس على العموم هو عبارة عن سوق صغير فيه كل أنواع المنتجات والملابس وكل حاجة حرفيا، وغالبا تكون محلية، يعني منتجات أسترالية. بعدها عشان أصحصح حبيت أخذ قهوة من هالكوب الجميل. والحين نقدر نقول صباح الخير فعلا. آخر مشوار لليوم هو السوبر ماركت، أخذت حاجات بسيطة عشان أقدر أخلص وصفة اليوم. تقريبا الحين الساعة 10 الصباح، بس قبل نبدأ لازم نروق شوي مع الشاي. بخصوص مقادير اليوم، أهم مكون بالنسبة لي اللي هو الفانيلا كيك ميكس، عبارة عن خليط كيك جاهز. إذا أنت مثلي حابة شيء سريع ومضمون يطلع لذيذ، هذا ممكن أحسن حل، وبس تضيفي عليه حليب وبيض. على ما يبرد الكيك حبيت هنا أوضح نقطة. طلبت القوالب هذه أونلاين، بس للأسف طلعت مو مقفلة من تحت فما أقدر أستخدمها للكيك، بس قدرت أستفيد منها بطريقة ثانية واللي هي إنه أقسم فيها الكيك. عشان أكون صريحة معاكم، نوعا ما توهقت كيف أقدر أطلعها من القالب. أول شيء استخدمت أعواد الخشب عشان يسهل علي الموضوع. بعدها قررت أقلبها، أخليها على راحتها وأطبطب عليها. المرة الأولى ما ضبطت، يعني بديهين الطريقة خطأ، بس كأني تحمست شوي. بديت بترتيب طبقات الكيك، كريمة وأي نوع فواكه تحبون. أنا هنا استخدمت فراولة وتوت.
وأعتقد لهنا كل الخطوات واضحة. صراحة الموضوع يبيله دقة عالية ووقت كثير. الخطأ الوحيد اللي ممكن سويته إنه طبقات الكيك لو خليتها متساوية بيطلع الشكل أفضل. وصلنا نهاية الفيديو، شكرا لكم و love you all.